من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات فقط، والفضل يعود إلى الطائرة المدنية الحديثة S-512 Airspace الخارقة للصوت. هذه الطائرة تعد أول طائرة تجارية أسرع من الصوت، وتقدر تكلفتها بين 60 إلى 80 مليون دولار. الطائرة النفاثة تستخدم أسلوب إقلاع وهبوط عمودي، وتصل سرعتها القصوى إلى 1.6 ماخ، أي قرابة 2000 كيلومتر في الساعة، وهي من ابتكار فريق من المهندسين في ولاية بوسطن. الطائرة الخارقة لسرعة الصوت ستلائم بالأخص رجال الأعمال، بحيث تمكنهم من عقد اجتماعاتهم المهمة في وقت قصير من خلال السفر إلى أي مكان في العالم في مدة زمنية قصيرة. النماذج الجديدة من هذه الطائرات الخارقة لحاجز الصوت تستغرق أقل من نصف المدة التي تستغرقها الطائرات المدنية العادية، بحيث تتطلب الرحلة من لوس أنجلوس إلى طوكيو 4 ساعات فقط. كفاح زين، العربية.